يا رب. الطريق الدائري هو المحور الأهم اللي بيربط إقليم القاهرة الكبرى وبيستوعب أعداد أو الأعداد المتزايدة من حركة المواطنين والسيارات. عشان كده في تطوير كبير قوي بيحصل في الطريق الدائري، مش بس هيكون 7 أو 8 حارات في كل اتجاه، لا كمان هيبقى عليه ميكروباص هيتم استبداله بالأتوبيس الترددي. بالفعل دلوقتي بدأ العمل في إنشاء مسار الأتوبيس والمحطات اللي هيشتغل فيها. فخلونا نعرف بقى تفاصيل أكتر من اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني بالفعل احنا شفنا طبعا تجهيزات وتعديلات كثيره في الطريق الدائري، فحابين حضرتك تكلمنا اكثر عن معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري. الطريق الدائري حضرتك يعني هو اجمالي طوله حوالي 106 كيلو. احنا اكثر مسافتين كان فيهم مشكله كبيره اللي هم من عند سلام او من عند سعد الشاذلي كده لغايه الطريق الزراعي، ومن عند طريق الاستراد لغايه المريوطيه. المسافتين دول بنكملهم بقى، وكنا احنا قبل كده طورنا المسافه من عند الاستراد لغايه سعد الشاذلي، وكانوا خلاص يعني وسعوا بقوا ايه يعني من 7 لـ 8 حارات تقريبا لكل اتجاه. بنكمل المسافتين دول عشان يوصلوا 8 حارات لكل اتجاه. طبعا قابلتنا يعني تحديات كبيره قوي في المسافتين دول، في الازالات وفي نزل الملكيات والمرافق، يعني الحقيقه كنا بنعمل دايري ثاني، ما بنعملش مش دايري عادي، كنا بنعمل دايري جنب الدايري، بالدليل ان هو كان اصلا كان 4 حارات بقى حوالي من 7 لـ 8 حارات. فالحقيقه كان في تحديات كبيره قوي، والحمد لله ربنا يعني وفقنا ووصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي. طيب عشان نكمل بقى المنظومه، ان شاء الله باذن الله ربنا نعمل اتوبيس ترددي. الاتوبيس الترددي ده هيلف الدائري كله، بحيث ان احنا يبقى في وسيله مواصلات صديقه للبيئه، يعني اتوبيسات محترمه، وسيله راقيه الناس تستخدمها عند النقط الرئيسيه على الطريق الدائري. المستخدم هيجي عند المكان اللي هو عايز يركب منه بوسيله اخرى، او يعني هياخد السلم بتاعه ويوصل لغايه المحطه، المحطه هتاخده يركب الاتوبيس ينزل في المكان الثاني اللي هو عايز ينزل فيه، بحيث ان احنا نمنع ان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيه ميكروباصات بالصوره العشوائيه اللي احنا بنشوفها طبعا. ان الميكروباص بيقف في اي مكان وبيقعد يحمل من اي حته، واي حد بيطلع من اي مكان ويعني والبيوت فاتحه على الطريق الدائري، فده مش شكل حضاري خالص، ولا يعني ولا حاجه تبقى مقبوله ان الناس الحياه تستخدمها بهذا الشكل. وده يا سياده اللواء من اهم التحديات الحقيقه، الناس اللي بتطلع على الدائري من خلال السلالم. طبعا الناس معذوره، الناس هتوصل اشغالها ازاي؟ هتطلع على الدائري ازاي غير من خلال السلالم؟ لكن في النهايه سواقين الميكروباص زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عاملين الدائري كله موقف غالبا، يعني في تجمعات على الدائري عاملين لهم موقف كل شويه، وبعدين بيقف في اي مكان. فدلوقتي الاتوبيس اللي حضراتكم بتعملوه هيكون ليه محطات معينه، محطات ثابته ليها اماكن محدده سلفا، بحيث انه مش اي مكان اي مواطن عايز ينزل فيه بينزل، او عايز يركب منه يركب. بالظبط كده، بالظبط كده. هيبقى محطات يعني عند كل تقاطع، وهتلاقي حضرتك ان المحطات بتخدم كل الاماكن اللي موجوده على الدائري، ومتقاربه برضه، ومتقاربه بحوالي اكتر من حوالي 56 او 57 محطه على طول الطريق الدائري. فيعني يعني مفيش ميكروباص نهائي على الدائري ان شاء الله بعد ما نخلص المنظومه. عظيم. المحطات والاتوبيسات والتراك بتاعها، وطبعا ده مسار معزول مفيش حد هيخش فيه. يعني هيبقى مسار فقط للاتوبيس، عشان كده هيبقى بالتايم، هيبقى بالتوقيت، يعني قدامي مثلا 30 ثانيه وهيوصل الاتوبيس، هيبقى باين للمستخدم الكلام ده. هيوفر وقت طبعا كبير جدا على المواطنين، يعني طبعا، وده من اهم طبعا الحاجات اللي فيه. طب حضرتك هتنتهوا امتى بقى من هذه المحطات؟ احنا بدانا في اول مجموعه محطات لسه بادئين فيها الاسبوع ده، يعني احنا يعني ربنا يوفقنا كده ان شاء الله، يعني تبدا تظهر كده النور، يعني هنقول 3 أو 4 شهور كده خلاص ان شاء الله باذن الله تكون باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله. طيب عظيم. يعني خلال الفتره اللي جايه دي خلاص يعني تمام. ده بالاضافه برضه للزمن، عاوز انوه برضه ان الدائري هيطبق عليه نظام الاي تي اس. بمعنى الاي تي اس طبعا اللي هو الانتليجنت ترافيك سيستم، اللي هو هيبقى هيسيطر بقى على الحركه المروريه وعلى السرعات واذا كان مثلا في شبوره بسرعات بتقل،
يعني هيبقى سيطره كامله، ما حدش يقدر يعمل مخالفه، ما حدش ده عظيم جدا، هيعمل مخالفه هيتصور على طول. طب ده كويس. النازله بقى، ودي يعني تقريبا مصر كلها بتعاني منها من اول المريوطيه لحد نزله الرمايه، سواء اللي رايح او اللي راجع، هنبتدي فيها امتى ان شاء الله؟ لغايه الرمايه خلاص احنا هنبدا فيها، ما فيش الشهر الجاي ده على طول. طب حضرتك عارف الطريق عامل ازاي في المنطقه دي؟ صعب جدا يعني. منين يا فندم؟ من نزله المريوطيه لحد نزله الرمايه على الدائري ذهابا وجيئا. لغايه نزله الرمايه. لغايه نزله الرمايه. على طول على طول. على طول على طول على طول ان شاء الله. مفيش فيها مشكله. ان شاء الله. طب ست اللواء، يعني بتطبيق الاي تي اس، واحنا بنتجه دلوقتي لتطبيق الذكاء الاصطناعي عامه، في مثلا فكره لتطبيق يمكن او عمل تطبيق لتسهيل مثلا حجز التذاكر في هذه الاتوبيسات؟ ما هي هتبقى منظومه بقى نقل واحده ان شاء الله باذن الله. يعني هي دي هي اللي طبعا كل حاجه، الموضوع ده بيترس كمنظومه نقل جماعي في على مستوى القاهره الكبرى. يعني هيبقى حضرتك تعرف طبعا ان في القطر الخفيف اللي بيوصل العاصمه الاداريه، في مترو انفاق يعني، ما هو البي ار تي هيتقاطع مثلا مع خط ثالث المترو عند على الدائري، هتلاقي ممكن واحد ياخد تذكره يقدر يركب بيها ده ويقدر يركب بيها ده ويقدر يركب بيها ده، هتبقى زي يعني تذاكر مجمعه يعني. فبس الموضوع ده قيد الدراسه ويعني ولسه الصوره بتاعته بتكتمل الحقيقه. طيب مقدر بقى ان الاتوبيسات الجديده دي تستوعب كام مواطن، تنقل كام مواطن في اليوم؟ تقريبا أنا لا مش متذكر الحقيقه الرقم. مفيش مشكله مفيش مشكله جداً. بس طبعا اكيد معمول حساب طبعا. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي دايما معدلات تقاطر الاتوبيسات ليها علاقه بالكثافه. صحيح. يعني صحيح. يعني على طول يعني ممكن هتلاقي زمن التقاطر ما بين الاتوبيس والتاني ممكن يوصل مثلا لدقيقتين مثلا وقت الذروه. ده كويس جدا. او اربع دقائق لما ما يبقاش فيه ذروه. يعني ما فيش حد هيقف يستنى مثلا ربع ساعه لما الاتوبيس يجي. لا 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 لا, لا اطلاقا لا، هتلاقي زمن التقاطر له علاقه على طول بالكثافات، وده موضوع هيبقى برضه له علاقه بالذكاء الاصطناعي وبالاي تي اس وبكل حاجه. يعني هيبقى عظيم. معروف ان في كثافات، فهتلاقي زمن التقاطر على طول له علاقه والمحطه كمان يعني. المحطه ست اللي هو اللي هيبقى موجود عليها التايم الوقت بتاع وصول الاتوبيس في المحطه نفسها كده. على الدائري بالظبط بالظبط كده بالظبط. طب ست اللي هو حددته سعر التذكره هيكون كام ولا لسه؟ لا 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 لسه 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 لا لسه لسه الموضوع ده يعني قيد برضو الدراسه لسه. هي اصل دي بقى انظمه تشغيل ولسه الوحدات المتحركه يعني قريبه من سعر تذكره المترو مثلا ولا لسه ما فيش؟ لسه احنا ما لسه ما اتحددتش والله. لسه بتدرس. ده هيبقى نظام تشغيل يعني. احنا بنقوم بالبنيه التحتيه، بننفذ البنيه التحتيه، ولسه في يعني التشغيل اللي هيبقى موضوع ثاني. طيب زي ما اتكلمنا مع حضرتك عن نزله المريوطيه للرمايه، عندنا تقاطع الطريق الزراعي مع الدائري، الحته دي برضو عليها شغل. دي عليها شغل حقيقه، وفيها عمل ضخم بيتم في المنطقه دي، ودي قدامنا فيها حوالي يعني شهرين كده ان شاء الله ونكون خلصناها باذن الله. لان حضرتك عارف ان دي بيبقى فيها كثافه مروريه عاليه، كل اللي نازل على الطريق الزراعي رايح المنوفيه، رايح الغربيه، رايح بنها، رايح بيسلك هذا الطريق. هي حاليا احنا بنوسعها او شغالين فيها توسعه. عظيم. وهناخد دي يمكن اخر حته، لان كان فيها يعني كان فيها بننقل فيها مرافق، واخدت مننا وقت طويل شويه. صحيح. المرافق الحقيقه يعني. احنا بنشكر سيادتك، شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك طبعا اللي هو حسام الدين مصطفى رئيس هيئه الطرق والكباري، شكرا جزيلا ليك.